يا مساء الخير والجمال. على مدار 5 أيام في الأسبوع هتكونوا فيهم معانا في ربع ساعة لايف ستايل مع أفكار واختيارات هتخلينا أسعد وفاهمين أكتر وأكتر. يلا نبدأ. الاهتمام بالصنعة المصرية والمشروعات اللي بتهتم بجمال المكان وتفاصيله شيء حلو قوي، ولازم نهتم بأي إيفنت بيشجع الشغل وصنعة مصرية أيا كانت. عشان كده رحنا بنفسنا هناك واستعرضنا الإيفنت اللي قدمته كل من الفنانة هيدي كرم وعمر ششتاوي في مسيرة البحث عن جمال الأماكن والتفاصيل. الايفنت ده معمول للايجيبشن لوكال براندز او البراندات المصريه، الصناعه المصريه. بازار ده اسمه اي جي لوكال، وده الحقيقه مننا انا والشركه المنظمه معايا بروجكت هاوس، ان احنا نعمل حاجه نقدر ندعم بيها. انا شايفه ان مسؤوليتي انا كحد مشهور وعندي سوشيال ميديا قويه وعندي فولورز كتير، ان انا ادعم البراندز المصريه اللي يمكن ما عندهاش البادجت او ما عندهاش الامكانيات ان هي تعلن عن نفسها عند ناس كتير او في التلفزيون او في اي حته، لان الدعايه والاعلان شيء مكلف جدا جدا. وانت لما بتبقى فاتح مشروع صغير مبقاش عندك، يمكن هم عاملين المشروع ده بكل فلوس اللي يملكوها، فما عندهمش اي فلوس زياده عشان يسوقوا بيها لمشروعهم. في مشاريع كتير ما بتشوفش النور وما بتنجحش، مش عشان هي وحشه او عشان البرودكت وحش، عشان هي مش عارفه تسوق لنفسها. فانا بشوف ان ده جزء من مسؤوليتنا المجتمعيه. يعني في حاجات متنوعه كتير جدا، يعني عندك هدوم رجالي وحريمي، شرابات، لانجوري او لبس بيت للستات، عندك لعب اطفال، عندك كوزماتكس، عندك عسل نحل، عندك برودكتس برضو للبشره طبيعيه. لا، في حاجات كتير قوي الحقيقه مفرحه ومبهره، جلود، جزم، حاجات تفرح القلب. يعني الصناعات المصريه كتير جدا جدا، واحنا بنعمل كل حاجه على فكره، كل حاجه، بس احنا ما حدش يعرف ان احنا بنعمل كل حاجه، لان في ناس بتعمل حاجات كتير ما تخطرش على بال اي حد، لكن ما حدش يعرف عنها حاجه. فانا شايفه ان اي جي لوكال بازار ان شاء الله يبقى الاول من بازارات كتير قوي جايه قدام، هتدعم بكل امكانياتنا اللي نقدر عليها كل المنتجات المصريه الموجوده على ارض مصر، والصغيره منها قبل الكبيره، لان انا يهمني البراند اللي ما عندوش بادجت كبير عشان يعلن عن نفسه. يهمني ده اللي انا اساعده، احطه على اول الطريق وازقه اول زقه، لان انا بشوف ان في ستات ورجاله يعني بيتحدوا كل الصعب وبيتحدوا كل الحاجات اللي هي ممكن تقف في طريقهم وتحبط اي حد، وممكن باخر قرش معاهم يعملوا مشروع قد كده. فانا شايفه ان احنا كلنا لازم ندعم ده، لان الفكره نفسها تحترم قوي. الايفنت بتاعنا هو اي جي لوكال بازار، هو ايفنت قررنا نعمله مع بارتنر شيب مع هيدي كرم، بحيث انها تبقى سوشيال ميديا هي حد سبورتر جدا للايجيبشن براندز. فقررنا ان احنا نعمل بازار للايجيبشن براندز مينلي، بس من غير اي حد تاني خالص، ما يبقاش فيه حد اوت سورس او حد بيبيع حاجات من بره. نبتدي نبيع الحاجه بتاعتنا اون جراوند، الناس تتعرف على بعض ويبتدوا ياخدوا فيدباك، ريل فيدباك من الكاستمر بتاعهم، ما يبقاش الموضوع كله اونلاين شوبينج وبس. ونعمل لهم اكتيفيشنز ونسبورت ذيم على السوشيال ميديا اكتر، عشان طبعا التكاليف بتاعه السوشيال ميديا عاليه جدا، فحبينا ان احنا نلاقي حد يسبورت ذيم بالطريقه دي. احنا اللبس والاكسسوارز والهاند ميد والكوزمتيكال والسكين كير والهير كير ومفارش، كل الاندستريز المصريه نازله، ما فيش اندستري موجود في مصر مش نازل، شركات كبيره وستارت اب صغيرين، كل الناس نازله معانا هنا. ايجيبشن براندز من كل الاندستريز اللي موجوده. احنا الناس لو حابه تتواصل معانا تتواصل معانا عن طريق البيج بتاعتنا بتاعت الانستجرام، هي بروجكتس اندرسكور هاوس على الانستجرام. احنا بنعمل ايفنتاتنا يوم واحد بس، بيبقى من الساعه 10 الصبح للساعه 12 بالليل، عشان نقدر يوم واحد بيبقى فيه الترافيك عالي جدا، الناس بتبقى عارفه ان هو يوم واحد فبتنزل فيه، فبنقدر نسبورت زيمو. وفي نفس الوقت عشان احنا بنكون الموضوع فيه تجهيزات كتير جدا من قنوات ومن ممثلين وسليبرتيز، عشان نقدر نوفرهم كلهم على اكثر من يوم بيبقى صعب جدا، فبنقدر نجيبهم في يوم واحد كلهم يعملوا يسبورت كل البراندز اللي موجوده. عايزين نروح ان احنا نعمل ايفنت زي معرض الكتاب اللي بيتعمل في مصر هنا بالظبط، يبقى نازل معانا اكتر من 600 براند قاعدين شهر كامل في ارض المعارض، بيعرضوا حاجتهم بتكلفه قليله جدا، نوفر لهم كل انواع الدعايه اللي نقدر نوفرها لهم. عايزين نروح ان احنا نبقى ميجا بازار بيتعمل مره كل سنه، بس يكون هو ده البازار الوحيد اللي ليه الايدنتي بتاعته وليه الماركتنج بتاعه مختلف عن اي بازار تاني. عايزين نغير شكل الماركت وشكل الكونسبت بتاع البازارات في مصر، يروح لحته تانيه خالص غير اللي هو فيها دلوقتي.
الجمال والأناقة مش بس في المظهر، احنا متأكدين من اللي احنا بنقوله. الجمال والأناقة بيظهروا في أي مكان، وفي طريقتك وفي بيتك، وازاي بتقدمي لضيوفك الحاجات، ومدى قدرتك على التنويع والابتكار. واحنا هنا النهاردة معانا شكل من أشكال البرزنتيشن الحلوة قوي، مفيش حاجة ما تنفعش معاها، كل من الجبن والكولد كاتس والفواكه، حتى المربى والشوكلت والعسل موجودين مع المكسرات. المهم هنقدم ده كله ازاي. اللوحة دي وتنسيقها محتاجة حس فني. لوحة بترسميها على حتة خشب غالبا، أو ساعات صينية شكلها مختلف، وبالفرنساوي بيسموها تشاركتوري، وليها اسم تاني متداول وهو تشيز بورد أو التري. اتفرجوا واعملوا زيها وابعتوا لنا صور. احنا النهارده معانا افضل افكار التشيز تراي، او الصينيه الجميله مع النكهات اللذيذه، ونصائح لترتيب اللحم الكولد كاتس والجبن والخضروات والفواكه، ومعاهم حاجات حلوه تانية بالعنب والفراوله والشوكولاته. لوحه الجبنه دي هي عرض للاجبان والكولد كاتس زي اللانشون والباسترما والسلامي وغيرهم، مع مخللات ومكسرات وحاجات تانية كتير تفتح النفس. التشيز تري زي ما بنقول عليه اكتسبت شعبية في الأونة الأخيرة، وتشمل الآن اللحوم والأجبان والمرافق التي تتناسب جيدا مع اللحوم والأجبان، مثل الفاكهة والزيتون والمكسرات والأطعمة القابلة للدهن. خدوا بالكو وما تقلقوش خالص، في عكس اللي كنا بنفكر فيه، المسألة سهلة تماما، وصينية الجبن لا تحتاج إلى معدات فاخرة لعملها، بل يمكننا حتى تقديمها مباشرة على ترابيزة المطبخ النظيفة. بس برضو فيما يلي بعض الأدوات التي تجعل العرض أسهل. لوح خشب التقديم أو الصينية بتساعد على احتواء كل الأشياء، ولكن ستعمل أي لوح تقطيع أو قطعة رخام أو حتى طبق تقديم كبير شوية، ده بالنسبة لأواني التقديم. وبالنسبة بقى للأدوات نفسها، فيمكن استخدام سكاكين وشوك تقديم الجبن، أو استخدام شوك سلطة عادي وسكاكين زبدة للتقديم. بس لازم يبقى عندنا أطباق غويطة صغيرة زي البولات، أو أي أطباق صغيرة تعمل بشكل جيد للأشياء الكتير المختلفة أو الرطبة، زي المربات والعسل والزيتون والمخللات وما إلى ذلك. نجاوب بقى على السؤال ده، هنحط إيه على لوح أو خشبة أو صينية الجبن؟ لتحضير أفضل لوح جبنة، ركزوا على 3 أشياء: التنوع، الذوق، الملمس. التنوع يصنع لوحا رائعا، أضف العناصر الحلوة والمالحة والمقرمشة والدهنية والغنية بالكربوهيدرات والمخللات والمملحة. إيه بقى أفضل جبن للوح الخشب أو صينية الجبنة؟ نوصي بشدة بمزيج من الجبن يتراوح من الجبن الرومي القابل للدهن إلى الجبن الصلب، هذه هي المفضلة لدينا. تريبل كريم تشيز، كريمي للغاية للدهن على الخبز المحمص والمقرمشات، تشمل الخيارات الأقل تكلفة صنع جبن كريمي بنكهة الأعشاب، أو يمكنك حتى صنع كرات الجبن. جبن طري، المفضل لدى لوحة الجبن هو جبن بيريه، لأنه معتدل النكهة، كريمي ورائع، يقدم مع العسل والعين الجمل أو البيكان والبسكويت المملح. جبن الماعز المنكه أو متبل زي التوت البري. وهناك خيار آخر غير مكلف، هو كرات الموتزاريلا المتبلة. الجبن الصلب ويتناسب جيدا مع الفاكهة والبسكويت واللحمة المعالجة، إنه معتدل وممتع. خيار أقل تكلفة ولذيذ للغاية هو التشادر الظريف. إننا نرسم خطة لرص الجبن بتسمية الأجبان على لوح الجبن الخاص بك، ليسهل على الضيوف اختيار الأنواع التي يحبونها. كيفية بناء اللوح، هنرص ازاي يعني؟ لصنع صينيات أو لوح أو خشبة الجبن، رتب الأشياء بحيث يسهل انتزاعها.
يقوم بتقطيع شرائح الجبن وقطع العنب إلى شرائح صغيرة ومربعات. الجبن رتبوهم حوالين الخشبة أو السبورة بتاعتنا دي. قطعوا الجبن الصلب إلى شرائح. أما اللحوم فيمكن طيها أو تطبيقها في مجموعة متنوعة من الأنماط. المخلل يضاف لأنه من العناصر التي تتطلب أطباق صغيرة حتى نتمكن من قياس مساحتنا على اللوح أو الصينية. ابقوا خدوا بالكم وحطوا العسل بالقرب من الأجبان اللي بتليق عليها جدا بشكل عام، فاكهة طازجة. نقطع العنب إلى أجزاء صغيرة ونقطع التفاح إلى شرائح وأشطفه وأتركه حتى يجف، ونرتب الفاكهة مع الأجبان التي تقترن جيدا بها. المكسرات والإضافات: ضعوا الجوز أو عين الجمل والفستق بجانب الجبن الطري، وأضيفوا أيضا مربعات الشوكولاتة. رتبوا البسكويت والخبز المحمص في المساحات المتبقية أو قدموها في طبق منفصل. نصيحة بقى، اعملوا أطباق الجبن والشوكولاتة واللحوم والفواكه واستمتعوا بأحلى قعدات في الصيف والشتاء مع الأهل والأصدقاء، وانبسطوا واستمتعوا بأوقاتكم بمزاج. عندنا حاجات كتير في البيت بتحتاج لأماكن تخزين، وبغض النظر عن حجم أو مساحة البيت فتقريبا كلنا بنلجأ إننا نتخلص من معظم حاجاتنا ونشيلها في الحمام، لكن ده بيسبب ضرر كبير قوي بسبب وجود رطوبة بدرجة عالية، وعشان كده لازم نتجنب تخزين حاجات كتير في الحمام عشان نحافظ على صحتنا وصحة أسرتنا. ومن الحاجات دي سلة الغسيل اللي ما ينفعش تتحط في الحمام، بالرغم إن وقت الشاور بنحتاج نحط فيها الهدوم اللي مش نظيفة، لكن ده ممكن يخلي هدومنا فيها ريحة حامضة أو يظهر عليها عفن وبكتيريا بسبب الرطوبة طبعا، واللي مش هتروح من هدومنا حتى لو غسلتيها على درجة حرارة 140 درجة. اللتر بوكس بتاع القطط برضو ما ينفعش نحط جواه، يكون موجود جوه الحمام، لان الماده اللي جواه بتمتص الرطوبه وبيطلع منها ريحه وحشه قوي وهتغير ريحه البيت كله. ما نحطش في الحمام غير الفوط اللي هنستخدمها بس، انما الفوط النظيفه او البرنس لازم نستبعد وجودهم من الحمام، لان الخامه بتاعتهم بتمتص الرطوبه من الجو وده هيخلي البكتيريا تتواجد فيهم. وعشان كده من الافضل ان احنا نطبقهم ونحطهم في دولابنا، وكمان ادواتنا شخصية زي فرش غسيل الأسنان والميك اب وأدوات الباديكير والمانيكير والبرفيوم اللي غالبيتنا بيستسهلوا ويحطوها في الحمام عشان تكون قريبة مننا وقت ما نحتاجها، إلا إن ده بيعرضها إنها تبوظ وتتملي بالبكتيريا، وعشان بنحطها على بشرتنا فلازم نتجنب تماما إن احنا نحطها في الحمام ونحافظ عليها في مكان جاف أو في أوضة النوم. الأجهزة الكهربائية زي السشوار وماكينات الحلاقة برضو لازم نخزنهم في مكان بعيد عن المية برا الحمامات. الأدوية اللي كلنا زمان كنا بنحتفظ بيها في الصيدلية الموجودة في الحمام بتشكل أكبر غلط، لأن الظروف الموجودة في الحمام مش بتحافظ عليها، لكن بالعكس بتضيع فعالية الأدوية دي وتملى القطن أو الشاش بالبكتيريا. انتهت الربع ساعة بتاعتنا بسرعة، ما تنسوش تشاركونا بأراءكم ومقترحاتكم وتتابعونا على صفحتنا على فيسبوك ربع ساعة. أشوفكم الحلقة الجاية، باي باي.